موريتانيا تسلم الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس لتشاد. وزارة الصحة تطمن على وضعية مخازن الأدوية في البلاد. ومدرب المرابطون الشباب يتوقع نتائج أفضل للمنتخب خلال المواعيد القادمة. أهلا بكم. سلم رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني مساء اليوم رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس لنظيره تشادي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة العادية لمؤتمر رؤساء المجموعة. واستعرض رئيس الجمهورية إنجازات المجموعة خلال رئاسة موريتانيا، مشددا على أن قيادة الرئيس إدريس دبي وحكمته ستمكن من مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة. أعلن وزير المياه والصرف الصحي السيد أحمد المحمد عن نية الدولة الموريتانية إنشاء مشروع ينهي مشكلة نقص المياه في نواذيبو خلال السنوات المقبلة. وأكد الوزير من المدينة التجارية أن هذا المشروع سيوفر 30 ألف متر مكعب من حقل بولنوار، ويعتمد إنشاء خط بقطر 900 سنتيمتر للربط وشبكة للتوزيع داخل المدينة. قال وزير الصحة محمد نذير والحامد إن الحالة العامة لمخازن الأدوية في البلاد مطمئنة، نافياً الشائعات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي. الوزير أكد أن ثمة إجراءات يتم التحضير لها لتحسين وضعية الأدوية وتوفيرها بعد صدور الدراسة المتعلقة بكامك حول جودة الأدوية والمستلزمات الطبية. قالت وزارة التجهيز والنقل إن مؤسسة تير تواصل عبر فرقها الفنية الأشغال على عدة محاور طرقية لإزاحة الرمال وإعادة فتح الطرق المتضررة. وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية أزاحت الألسنة الرملية عن مقاطع متفرقة في ولاية تقانت وتواصل حالياً عملها على مقاطع طرقية أخرى. قال مدرب المنتخب الوطني للشباب جويا موريل إن فريقه سيعمل بجد لتقديم نتائج أفضل خلال المواعيد القادمة أمام منتخبي المزنبيق وأوغندا. وأكد جويا أن تشكيلة المنتخب تتميز بالحيوية والطاقات القادرة على تحقيق نتائج جيدة للتأهل للمراحل القادمة من البطولة. إلى اللقاء.